نروح يعني نشرح بتفاصيل اكتر ايه اكتر المشاكل او العيوب الموجوده في الجهاز التناسلي وخاصه او البولي عند الاطفال. بص، في الجهاز البولي احنا هناخده من اول الكلى واحنا نازلين. تمام. يعني اول حاجه عند الكلى بيبقى فيه انسداد بولي. خلاص، يعني ايه انسداد بولي؟ يعني حوض الكليه مسدود. تمام. انت عارف حضرتك ان الكليه دي عباره عن جزئين او وحدتين، حاجتين وظيفيتين، جزء بيفرز اللي هو النخاع او البارينكما، وجزء بيعمل كولكشن او بيجمع البول ده ويسحبه لحد ما بينزل في اليورين، اسمه الكولكتنج سيستم. الكولكتنج سيستم ده عباره عن مجموعه من الانابيب الصغيره كده، او نسميها الاحواض، بتجمع في احواض اكبر لحد ما تجمع في الحوض الرئيسي اللي هو بيمتد في الاخر وبيبقى الحالب. من اشهر العيوب الخلقيه اللي موجوده في الكليه بيبقى موجود عيب خلقي اسمه انسداد في حوض الكليه اللي هو اليو بي جي اوبستراكشن. ده اهم من اهم انواع العيوب الخلقيه اللي في الكولكتنج سيستم بتاع الكلى. تاني نوع من انواع العيوب الخلقيه من حيث الشهره هو حاجه اسمها الفيزايكوريتيريك ريفلكس، اللي هو الرجوع او ان البول بيرجع في على الكليه من غير ما يكون في نوع من انواع الانسداد بشكل وظيفي، وده ناتج من ان في حاجه اسمها الايه، الميكانيزم اللي ربنا خلقها علشان اللي هي الانتي ريفلكس ميكانيزم، او في ربنا خلق اليه معينه عشان اليورين او البول يتحرك من فوق لتحت، يعني يمشي من الكليه يخرج في المثانه. فكره ان اثناء التبول المفروض مش المفروض خالص ان البول يرد على الكليه تاني. في بعض الناس بيبقى عندهم ديفكت في الوحده الوظيفيه اللي بتربط الحالب بالمثانه، هنا لما بيجي الطفل بيحصل له نوع من انواع التبول او بيجي الطفل يتبول، لحظه الضغط على المثانه بيقوم البول راضي التاني على الايه، على الكليه من فوق. هنا ده نوع من العيوب الخلقيه، دول الاشهر. لكن في انواع كتيره من العيوب الخلقيه اقل شهره، زي مثلا ان الطفل ينزل بكليه واحده، او زي ان الطفل ينزل بحاجه اسمها اكتوبيك كيدني، ان الكليه نفسها احنا عارفين ان الكليه وظيفيا او جنينيا بتتكون في الحوض وبعدين بتفضل تهاجر تدريجيا وهي طالعه لفوق لحد ما تستقر في مكانها في حاجه اسمها رينال الفوسه اللي موجوده ورا على جانبي العمود الفقري. طول ما هي بتطلع الكليه او طول ما هي بتهاجر اثناء الحياه الجنينيه من تحت لفوق، هي الشريان اللي بيغذيها بيتغير، لان لو طلعت الشريان ده بيتنقل، بدل ما كانت بتاخد من تحت تطلع تاخد من فوق لحد ما بيستقر في الاخر في نهايه الفتره 9 شهور بتوع الحمل، في اخر شهر تقريبا بتستقر فوق خالص حوالين العمود او جنب العمود الفقري في المكان النهائي بتاعها، بيبقى الشريان بتاعها جاي من شريان الاورطه مباشره. بيحصل في بعض الحالات ان الكليه بيحصل لها ارست وهي طالعه بتفضل مستقره في مكانها او في مكان ما، فبتبقى الكليه دي مش موجوده في المكان بتاعها فوق، بيبقى موجود في مكان تحت، وده برضو من العيوب الخلقيه الاقل شهره لكن موجود. غير كده في عيوب خلقيه تانية، ان الكليه تبقى حاجه اسمها دوبلكس. يعني ايه؟ يعني الكليه حصل احنا اثناء التكوين الجنيني الكليه بتتكون من كوحدتين منفصلتين، واحده اللي هي الكولكتنج سيستم او الجهاز التجميعي اللي هو الحالب وشجره الاحواض بتاعه الكليه، اللي هي حالب متفرع منه احواض متفرع منه احواض، وجزء البارينكما ده بيتكون لوحده، يعني ده بيتكون لوحده وده بيتكون لوحده وبعدين بيتجمعوا مع بعض عند لحظه معينه. بيحصل ساعات ان هو يكون جهازين او وحدتين وظيفيتين لنفس الكليه، يعني اثنين نخاع اثنين بارينكما، فتيجي الكليه تطلع في صوره دوبلكس سيستم، يعني كليتين في بعض، ودي بيبقى ليها اضرارها. يعني الكليه طالعه في صوره وحدتين واثنين بارينكما مع بعض وكولكتنج سيستم واحد او جهاز تجميعي واحد، وتفضل بقى الكليه بالشكل ده، واحد يضغط على واحد او يبقى فيهم جزء ضامر شويه وجزء مش شغال وظيفيا، ما بتبقاش الكليه بتادي وظيفتها بشكل كويس، بس موجوده، دي من الكومن كرايتيريا اللي موجوده.